هو أنه تلقينا خبر على أن إلياس العمري تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بقرار النيابة العامة. كنظن هذا إشارة قوية على أن النيابة العامة فعلا تتجه نحو قضاء مستقل يترفع على كافة الخصومات مهما كانت قريبة من السياسة. أظن على أن حضور إلياس العمري عند الشرطة القضائية فيما يتعلق بارتباطه بملف الحسيمة إشارة قوية لمن يهمه الأمر على أن الدولة المغربية تتقدم في الاتجاه الصحيح. ما هو إجماعكم على أن إلياس العمري استدعاه الفرقة الوطنية؟ المراسلة ديال الوكيل العام اللي حال الملف على الدار البيضاء بالاستماع ليه.